بيش هاو الفيلم بتاعك شنو عجبك؟ شو عجبني؟ تعرف هذا فيلم من احسن الافلام اللي تفرجت فيهم. ولا كش نقول لك فندم يا بيش استنى ذكرك فاز اللي عملها. تعرف يا بيجي شنو حبوا يقتلوه ومن عملهم؟ ولاريس ليش حبوا يزرعوه يفلت منه يا خويا زيد امريكاني ما يموت. ليه انا غلط جون كلود فدام اصله بلجيكي. لا بيجي جون كلود مش امريكاني. اي نعم يعيش في امريكا بالتبهبيط. يا زيدك في الماخ بتاع كاراتيه ولا نينجا مثل شاولين. لا 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 بيجي بيجي نحب فيلمك نتاع حب. حب يا كلب ما زلت صغير الحكاية هذيا. تبيجي شبيك هكا زعما تعرف لي انا ناقص تجربة ناقص خلطة معناها نحب فيلمك اللي فهمتك. فماش حاجة تسهل الكذا والشيء قد الغيرة. غيرة شبيني مش نلصق بشمك انا شبيك يا بيجي. ليه انا نقصد الغيرة اللي تذهب الشيرة. بيجي كيفاش المهم؟ كيفاش كيفاش فسر لك؟ مثلاً واحد مغروب طفلة مثلاً بنت جيرانهم مثلاً بنت جيرانهم وبنت جيرانهم هذه طفيته مثلاً هو مغروم بها ويصرف الكادوات ورغم هذا الكل حقرته مثلاً عاد الواحد اللي نعرفه أنا وإياك دوم ما يتيح بوحدة أخرى ويطفي بنت جيران واللي فيه العسل معناتها ماشي مثلا تولي تجي في جرته ومثلا تولي تحبه وتحب تعرس بيه. كان نيتو صافية. وي ونيتو صافية هو يا ودي بدلي الكامل يحلم بها. ماشي ماشي نحوايج خير نعاونوه هكا. شكونو؟ شنو شكونو ماشي تو تدوش عليا خير عايشك ماشي ماشي حاجة خير تعرف كيفاش نتصرف. ماشي بون سيدي حسب حكيت لي تويكا الطفوله نتاعك تعدات عاديه واكثر من عاديه بالمقارنه لندادك وقتها حتى المراهقه صافي دكتور والقرايه ماشيه وزادوا دارنا بعثوني نكمل فقراتي في الخارج وي وكي روحت عملوا لي مشروع. ملا لازم المشروع ما مشيش مليح. لا 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 المشروع ماشي والحمد لله والامور زادت تتنفنفت وكملت عرست بنت صاحب بابا وعندنا زوز ولاد وزوز بنات. بون خاطر من الاول توا قلت لي اللي عندك مشكله والطوى ما تعرفنا لها المشكلة هذه. تي ماني حبيت نحط الأمور في إطارها دكتور لا أكثر لا أقل. دكتور سمحني 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 ما لا نسمع فيك سيدي تفضل. عاد خديت دار في قمرت وزدت خديت ريزيدانس للصيافي في الحمامات وضربت لي يخت مستحب في سيدي بوسيد وكربكات فوكات ما أخويا وين مشكلتك؟ جستمان ما عنديش مشاكل في دينتي هذيك هي المشكلة. بون بون ما لا أسمع نرجعوا توا عايشك من الاول وتقول لي من وقتاش وفات مشاكلك. توكل دكتوره يا اخي هي بدات بشوفها يجيش البالك اللي هذايا ينجم يكون قلق ولا نوع من انواع الروتين. لا 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 بالعكس دكتور خممت فيها الحكايه لقيت مشيه الموندو بكل سافرت له ما خليت حتى بلاد ما مشيت لهاش ضربه ضربتين نقوم نطيح الدار نعاود نبنيها من الاول جديد شنو طيح الدار وتعاود تبنيها من جديد وباقي شيء مش عارف قلبي مات ولا مانيش فاهم شي الحكايه بالضبط دكتور. تعرف هذه حاله نادره متاع نيفروز ناتج على سيرمناج ترقاك تخدم ياسر. انا سيرمناج دكتور. هاي سيدي شد عندك العشرة متاع الصباح نقوم في القايله نعوم خلي من الليل عاد العشوات والسهريات والبواتات منين جاي سيرمناج من الجو؟ ما عندكش احساس مثلا اللي الفلوس سهله عندك؟ لا مش بالضروره الفلوس عمري ما حسبتها ولا حسبت حتى قداش قاعد نصرف. قولي دكتور انت كي جيت في بلاصتي اش تعمل ترى؟ انا نشري فلوكة ونبدا نصطاد من الصباح حتى لليل. انا عندي اربعه بلانسيات يا دكتور اربعه ونافع الله. تعرف يا سيد راهو ساعات صحن كفتاجي خير من ستيك بالشامبينيون مثلا. إذا سامحني ولو المثل ماهوش في بلاصتو اما حبيت نقول لك اللي السعاده ما تتشراش بالفلوس. قولي دكتور انت قداش تصور في الشهر؟ وعليه اخوي حبيت نقول لك
اش قولك كان تولي الطبيب نتاعي الخاص ونعطيك الدوبل اللي تصور فيه انت في الشهر وتعود تعدي النهار الكل معايا؟ كان لازم حتى في السهريه. اشنو رايك ترى؟ حتى من الخدمة نتاعي تولي انت تتلهى لي بيهم. هيا فكر في الموضوع وقول لي ترى. سامحني لباسة؟ مش تربع الفاسة حتى يشعرب عليهم. شكونك؟ عيلة الطبلة وحيدة تول مولودين متعرقين مش هوزوز الحفظ. على شنو تحكي انت؟ تضحكي على جيلي من كنت تورج فيه ما يطبل قلت البوها باش يجي يخطبها خلينا كانت تاخده ما عادش تحفظ الدار وطول البوه قالوا كانت اخوها اسمك ده تساها ونحرمك بالورث. تيو علاش انت تبكي توا؟ خاطر انا ما نحملش العوج وقولوا بكي شوكه في حلقه تورصات الخدام من كان قدمها له بوه وطب لغلات كوارجي معروف وشوف ايش مش تراسي توا. هاي بسليمة هاي توا انت اسبوعي اش بيك تبكي؟ لي حتى شيء اما ظهر فيه ياسر حساس ما حليهم رجل اللي كيفو ما عادش منهم برشا. ايه انا حساس من عند ربي يا كيكا. مالا اش بيك ما حسيتش الشيء اللي هبط من خشمك؟ هاي قلت هاي نانا تستنى فينا يسبوع يقديك شاء تحفون مش هكا؟ هاي اختي هاي تفضل. بيه فهمنا مرحبا بك في كل وقت في الأمان. أيا تفضل نانا هاي صبيحة. أهلا بصبيحة شنو أحوالك لاباس؟ عزة استنيني شوي هاك تشوف كل عادة ما إيش باش نقول الحمد لله. أتون شوف أتون شوف تفضل أقعد تفضل. يعيشك عزة. اليوم جايني واحد صحافي باش يعمل معايا انترفيو ما تخليش يستنى كي بدا بحدايا حد اعطيه قهوه. صحافي وفين جريده يكتب؟ في جريده كان صدقني ربي اش يهمك. اما نانا النجم نطلب منك حاجه؟ اش تحب؟ مش فلوس كي يجي صحافي باش يصورك نحب نتصور معاك هكيك يخرج وجهي في الجريده. وكان يخرج وجهك من هوني وخليني نبدا نخدم على روحي مش خير. ايوه عزيز ها بديتي الامور تتحرك. شي يا خالتي جنات ظهر لي قصه الكارته نتاع المره اللي فاتت ما كانتش حاجه ابدا. الكارته عمرها ما تغلط. هذاك درا شكون عمل لك حاجه؟ واه وشكون عنده باش يعمل؟ تلقاها مثلا وحده خايفه على خطيبها لا تهرب لها بيه عملت لك حاجه سكرت الباب جمله. ما يا سيدي ملا كيما تفهمنا. مرحبا بك سيدي عايشك. اتو نكلم لافوكاتي نتاعنا وناخذوا موعد ونتمر كونتراتو اللي بيناتنا. سامحني انا راني ما عنديش افوكا ساعات نقول لواش. اما تو نتصرف. لا لا مش مشكل مش مشكل. المهم احنا متفاهمين في المبدا الباقي بكل فورماليتي الاكثر الاقل. وهو كذا يا سيدي بخاطرك يعيشك ربي يفضلك معرفه طيبه يعيشك انت تبارك الله فيك. هاي تفضل اسبوعي. سمحنا اخويا نعذر سمحنا. تفضل سيدي تفضل سيدي تفضل تفضل سيدي بارك الله فيك. ربي قل لي يا اخي مخك وينو مخك؟ شبيك كل ما تراني تتعد تقولش عليك عامل عامله؟ شي كنت سارح. سارح؟ اش خصك لو كان جيت سارح؟ راك تنفع فينا خير. شو شو كل فيشات شو شو الحاله؟ تفرج تفرج هكا هكا الفيشات. شو هو هذا؟ انا ما نثبتش عديت الواحد اسمه يشبه لونترنور بتاع فوت. هذيك فيش تونترنور بالحق ما عمره ما عدى عندك. عمره ما عدى عندي؟
خمخم وفيت شبك معويز وقول لي شبيك تعمر في الفيجات من راسك. ماما موش من راسي، خاطر جنات طلبت مني باش نعمل لها فيجات الكليرات نتاعي يا زاده وكل باش نهزم لها توا. شو خالتك جنات ولا تعمل في الفيشات ها للدراوش نتاعها وانت تخدم فيها تاع تحسمس؟ اش تبي نعمل سيدي خويا؟ ما تعرفها خالتك جنات كي تجد صحيه كي يدي بيدك كي قالتك نقص مصاره ما عليش فمك. شو وليت تجبد على فمي وانا واقف قدامك؟ علاش عندي قلت لك اسكت كلمه ما تزيدهاش وما عادش نحب كلمه فمك تجي على فمك. اسكت لا تي لا تو. ما زلت نرى فيشات هوني ما همش فيشاتي في الكابينه نتاعي الا ما نوريك. شو زيد غير باش تطردني؟ نطردك ما نطردكش اما باش نخليها لكم واسعه وعريضه انت وخالتك جنات نتاعك. فوت فوت من قدامي فوت 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 من قدامي. سبوي ماشي حد صار انت بكي وانا ما في باليش. بربي يزيني عاد فديت راني كيني. واه سبوي هكا تكلم عزة؟ بيه انا جيت باش نقول لك اللي فما صحافي باش يجي لنا العشيه كيف يجي عيط لي. ما نعيطش وفديت منك انت ونانا اي على خاطركم نقعد ناكل في البخس انا. بيه سبوي بيه عزة عزة استنى عاد وين ماشي عزة عزة؟ اش قال لك الباشي؟ قال لك المرأة كي التاكسي كي تجي وراها طفيك. يزني طفيها دونك كاهو. بختك في الثنية يجيك في الصباح مش في العشية. بختك حنين وماشي بالنية حساس وبصحيحته ويحب العادية. ويا خالتي جنات حميق أشهر تعرف بكري شوية قبلت رجل تحفون عنده هالأوصاف هذي الكل صح ما يطلع هو مكتوبية البشارة يلزمان يارا بيض الكف تكتب بالزيارة هو 20 على حساب وبعد خطبة رضان نوعدك ب50 20 ولا 50 الكل بحي. يفضلك يا خالتي جنات. ودي محلبة بشوية يا لها في شعري وتعرفي يخاف ليه هكيك نعرفك قليبك ديما واحد في شعره. ما تقوليش هذو من الفيشات متاعنا علي جايبهم ما وخليهم عندك. سبوعي نكلم فيك. شبيك يا شبيك سيدي خويا ما يحبش قالي مرة جايك تحب تعمل مزية ما تعملش راسي بالخدمة بتاع الكابينين. شوف هك المزية وشوف هك الخدمة يزيدش توا وانت بكري تنبس فيه نازي على خاطركم كل البخس وتفجعوه من فوق وباقي عفسه فيه. سامي يستاهلش فريمون. خالتي جنات وحدها ما يلعبها حتى حد. سي سبوي لا لا شنو ما عرفت خير حيشك حيشك. قولك بسلامه بسلامه ما تبغزير طلع علينا عادة ما تغيبش. تهنى سي سبوعي يظهر لي باش نعود نشوفوها ديما من غير ما تخمم ربي ينسك بيها. وحدك يا باجي وي باجي. أهلا سليمان. أهلا صحة صحة صحة. شو كاسكروت دياري هذا ولا من الشارع؟ لا هذا من الزنقة معناها أنظف من كاسكروت الشارع. هاي بسم الله. لا 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 صح أنا مروح نفطر. لا جست تعديت لك باش مبشرك. أنت صاحبي نعلمك قبل مرتي. شنو؟ وأخيرا باش بدل خدمة جديدة؟ تعديت لك باش نقول لك اللي جاتني صفقة. شنو الصفقة؟ يعني دبرت مرشي كبير تاع دي باسيون؟ لا عامل بروموسيون في الجرايد على كل 5 فيزيتات نعمل واحدة بلاش. والله تبارك الله عليك. تو نهار كله انت تعوم في الانترنت وتتشعبط في الساتليتات والفهم متاعك مازال مزغوط. وانت زاد عامل طاوله وكراسي للحكايه ما تخطوه في الموضوع. تلواش تقشقش هناك الزيت. والله انا هو المهبول اللي جاي نحكي معاك. جاب ربي هاني باش نخليها لكم واسعه وعريضه. شنو تاكل
انا نقول لك ماشي وانت عندك شهيه الماكله. بابا يا راجل يا راجل، قداش قدامك روشكم؟ لا عندكم لا صاحب ولا حبيب. اه جيوش كليونات اليوم بالحق. انا هو الفاز الكبيره. هاي بي ليلى اليوم ماني جايه، غدوه ان شاء الله. اي بسلام بجاه ربي. علاش هالشقاء؟ علاش ما تقعدش تفطر هوني؟ ها خوك عاد كبير جاي. انا راهو ملي خليني نفطر في الاستوديو بتاعي، سيدي خويا متغش عليا وانا ما نحبش نقابلو. عالسلامة أمي. سلام زين. أمي شو عرفتون؟ ها؟ شو فما مولا باس؟ سليمان. نعم. بالمجد أنت ولدي الكبير، وتعرف معزتك عندي كبيرة، أما أسبوعي راني ما نحبش فيها ونبه عليك. علاش تما؟ إش كامل حاجة؟ هو ينجم يشكي منك؟ هو حفلتك يتغلعب منها، ما يشوف الرعب وماكش فايق. سامحني امي نجاوب في التليفون. بابا بابا خلي لي انا لي انا. الو احلى منو سافانا؟ ها قل لي شنو احوال المات؟ تيي المات وصفا حليتوا المشكلة؟ تي لي مش نحكي على ذاك. اي الاكزرسيس اللي قبله. هاي يا خسارة. ابون طوميو. اسمع اسمع يلزمني نعلق توا، زيد لك لف التليفون تو كنت قبله غدوة نحكي. اوكي اسمع منو ما تنساش كراسة المات. ايا تشاو. هيجا انت هيجا هيجا. انا بابا يضر فيها صاحبتك هذه مغرومه ياسر بالمات. ها طياره بابا نتاع مات برك الله عليها. انت مش نورمال الطفله. مش نورمال. امي شنو الفطور؟ شنو هذا؟ شنو قطوس؟ شنو هذا؟ ما تصبرش على الماكله لازم تحربها. اسمع ما تقوليش كبيت الفطور على زربيتي. لا زربيتك منعت جاي كله على الكوافاز وشوية على تصوير تحرسكم. على الكوافاز؟ لا 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 طول نمسح الكوافاز ما عندها ما يصير لها. راهو انا ما زلت بيك. انا ما قلبك لما ناكل قلبك لما ناكله لك توا انا وخيك وخيك صغير. شفت يا امي شفت يا امي؟ بجاه ربي قل لي شنو هي المشكله اللي ما زلت ما عملتهاش في حياتك؟ تراه قولها لي بربي. يعيشوا راهو باش يدخلني المنوبه. راهو باش يدخلني المنوبه السيد هذا. راهو هاي تعرفش كيفاش مال هاي يا سيدي مالا هاني توا باش نخليها لكم واسعه وعريضه سي ديفينيتيف. فوالا سخط على راسك. وماشي سليمان ايش عايش ولدي عايش ولدي من يمك من يعجبك هكا يا سليمان؟ يعجبك مي برودوي الكلهم الكلهم بالصلصه نتاع المقارونه؟ عزة. نعم نانا. اي جيش باهي مكياجي شبيك؟ منعرفش علاش ما حبش يشد نعاود فيه ثلاثة مرات. عاد هذه مش حاجة غريبة نانا، المكياج عنده فوق العشرة سنين، حتى لون الحمير تقول صال صمتها مقرونة. الحق الحق ما عادش طالع. حسر عليك مكياجي كله سينيي. سينيي بالغبابر. أيا تلم تراه بهيش وليتش بالكلمة بالكلمة أنا وياك. إجا هوني هاودا درسك ما؟ أنا درس زيدا. معناها كي يجي الصحافي كلمة لا تبداش توري في قدك ما تعرف شيء ورد بالك يصلبك على راسك. حاضر نانا. حقا نحكي له هالشي اللي عملته فيا ونضحك في الجرايد. مش قاعدة تمتم؟ لا حد شي نانا، كنت نعاود في قلبي في الكلام اللي لازمني نقوله والكلام اللي ما لازمنيش نقوله. يا نعم ما يدوش لك شلك شلك من أول مرة اللي ريتو لكن نسك ريتو شلك شلك شلك. يا ود اش تعمل؟ لو كان يفيق بيك مولاها تغني فيها يشكي بيك. بيه شكون مولاها؟
ليه؟ هي ومش هو بركة زادة دي تعرف الغريبة بتاع الغرايب؟ باش قولك ايه؟ يعني يولي يسمع انا حبيته كيف بكيت له اغنيته كيف تصلح لصفحات الفنية دي؟ سامحني ما قدمتش روحي، انا صحافي عندي موعد مع العرفة، انت الكاتب نتاعها؟ لا انا الكاتب نتاع الفيشات بركة. تفضل اقعد ارتاح، تجي الطفلة نتاعي توصلك ليها. تفضل تفضل. ظاهرة عرفة مودرنة، سال داتونت وسكرتيرة وكاتب دولاب. لا لا انا مش الكاتب نتاعها، انا الكاتب نتاع سيدي خويا. التوا مطلب بالسيد اللي جاني الصباح؟ لا 100% تلقاه طلب، وانت يا لندرا وين كنت هكايا معشش؟ والله لا تحركت يا سيدي خويا، ماك وصيتني، تسمى تو باش تقعدوا ديما نكعروا. شنو شنو؟ شنو الكلام هذا؟ والسيد هذا شكون جاء؟ ها؟ عسلامة. عسلامة سيدي. أنا صحفي جيت نعمل فيه حوار. مرحبا يا مرحبا. مرحبا بالسلطة الرابعة. وش بيك ما تعلمنيش بالسيد؟ ها؟ هاي تفضل معايا بيرو، تفضل تفضل نبداو على راحتنا خير. لا ظهر لي أنت فهمني بالغلط. أنا عندي موعد مع مدام جنات العرفة. موادي سال داتونت نتاعها. هي هذيا سال داتونت نتاعها، أي ومتاعي أنا زادة متقاسمينها. حاجة غريبة ها؟ لكن هذاك هو الواقع. حلوة الفازة، تجي أرتيكل على حلو. مدام نيهوني، نجم نقعد معك شوية؟ إي وهو كذلك وهو كذلك. تفضل تفضل معايا البيرو، تفضل تفضل. أسمع، أنت ما تتحركش من بلاصتك ها؟ عندي تليفون مهم جدا. اسمع يا شو اسمك؟ تفضل. شاب زادة ومنه هكا يعيط لي باسمي السبوعي. انت حقهم سماوك الفجوعي مش السبوعي. بيبي ايش كيش تحب تفضل هي؟ شو كي سيدي عمال يطلع في قريناته تتجبد عليا سي الفرملي؟ فرملي ونص، ولكن اقول مثل لا تحبني ولا تصبر عليا. انا ما نصبرش عليك انت. هذيك اللي مزيه. انا جيت نسال على الصحافي جا ولا لا؟ جا. وينو؟ بعد سيدي خويا. واه وش يعمل حذاه؟ وين نعرفن؟ ريدي نجس عليهم؟ ليه حشيك؟ مالا شكون تعمل بكري؟ تحك في وذنك على البابا؟ انا هاني ماشيه باش نقول النانا وهي تتصرف. اسمعي يا طفله، مازلت عندي فيشه من فيشاتكم ماهيش كامله، لازمني نسالك. اسال فيسه وزر بروحك، عندي ما نعمل. الطفله نتاع قبيله. شكون؟ صبيحه. شبيه؟ صبيحة الله يسمح له. حلو ياسر صبيحة. عندك شي نمر التليفون نتاعها؟ نمروها عليه يا بابا، ريتني قدامك خاطبة ولا حنانة. مش لازم، مانيش باش نعمر. وتجي خاطبك جنات نقول لها روح عسى ما حبش تعاوني. قول لها وين زادة توا نقول لخوك اللي انت قاعد تتزعبن على الكليونات وقت الخدمة. وش بيك يا شاعلة وفاهمة بقول لك عليه خلقتك الحكاية. شكون اللي تقلقني؟ صبيحة الجريحة؟ انا يا سسمك ما تلعبني حتى واحدة. فهمتها هذه ولا نكتبها لك فوق الفيشة؟ ثلاثة ناس من لا تكتيك عندك يا باشي. الباشي هذا حقه يراني الفريق الوطني بتاع العزاب. واو بربي يا امي فضيلة، علاش ما تجاوبش على التليفون؟ ما عندي شكون يطلبني. جاوب انت، مغرومة بيه. انا مغرومة بيها؟ ترى ملي عملوا سليمان بالكارتة يدي ثقلت عليه. بعدك الفاتورة اللي جاتو مليح ياسر ما قلعوش بعروقه. يقلعوا ولا يقعد، كانك علي انا عندي البورتابل متاعي. الو الو ايه الو وسيدي علق. ناس مش متربية فاضية شغل يقلقوا في العباد في ديارهم. وقتاش يولي الفيكس كالبورتابل؟ خلي الواحد يعرف شكون طالبه. تلقاها وحدة طلبت أماني وحاشمة منك.
وعليش مش وحده طالبه سي سليمان؟ سليمان يا حسراكي، كانوا البنات وراه بالصف وهو على من يرضى يشيل ويميل، حتى هو وليدي كان شباب ومتكلماني. عاد شبيك تتحسر عليه يا امي فضيله؟ اللي يسمعك تحكي يقول مسكين من اللي عرس دفن شبابه. انا ما قلت شيء، انت قلت. انا شمتها ما تطلع كانك التمبري حناء. انا مكثر الناس اللي جيوني يدوروا العرافين والعرافات نتاع تونس كامله، ومن بعد وقت اللي ما يلقاوش حل مشاكله وقتها يمشيوا للطبيب. وانت كيفاش رنيت تقسم السالدة طونت بتاعك مع عرافه؟ مو من العوج بتاع الدنيا، كليوناتها اكثر من كليوناتي، باردون، كليوناتها اكثر من لي باسيون بتاعي، وزيد ما عنديش حل اخر. سيدتها تملك هالبراس هذا الكل. زاده؟ اي نعم. هذا ما يجيش مقال، هذا يجي سيت كوم في التلفزيون. اوه سي سليمان، ولينا فكان الضيوف زاده. نعم نعم نعم، شو اللي تقصد لاله؟ شكون يفكر صاحبه؟ اوه، وشكون يضرب فيهم على يديهم الكليونات باش يجيوني بالصف؟ وين يلقاو راحتهم يمشي؟ سمعت بوذنيك، سمعت بوذنيك، شكون تقول لك؟ لا خذوا راحتهم، حسبوني مشوني. على كل حال هاني في الساحة كونتراتو مع الراجل، وتو ترتاح مني ضربة واحدة. أنا كونتراتو حاجة تخصني. اسمع يا أستاذ، كانك ناوي باش تعمل لي هالانترفيو تبعني، ما عنديش برشا وقت. بون دكتور في وديعة ربي، يخرج الارتيكل تو كلمك بالتليفون. تفضلي. خدي جنات. قبيلة كنا قاعد نعمرك في الفيشات نتاعك، وحتى ما حبيتش تعاوني. هذيك كي تبدا تما حاجه مش حاطه فيها خشمه تزيد تعطلها. تسمع في كلامه نانا؟ بالهاني عليك. اسكت انت كلمه. لا كان ما زدت تعطل ونتفاهم معاك. تفضل. باكر ما طلبني حد؟ ذكرني، ذكرك في شهاده قبيليك طلبوك وتو تحل فمك. وش بيك مخلي خلتك جنات تهد عليا في البيرو؟ عاد انت ماكش في كونسلتاسيون. مانيش في كونسلتاسيون. لا محسوب كان جيت في كونسلتاسيون. حتى تنحى انت بالدخول. باهي واللي طلبك اش وسعك؟ قالت لي الدكتور هوني، قلت لها اي تاعك علقت. شو علقت؟ شكوني هذا؟ صار مش المريض نتاع الصباح هو اللي طلبني؟ لا لا يضرني هذيا مدام حنان. شو؟ مدام حنان؟ هذاك اللي ناقصني توا. هذاك اللي ناقصني. وزيد قلت له هوني ما تنجمش تشاور قبل. برا للدار، برا فيس. امشي لامي اسالها طلبنيش حد غادي فيس. بون كيما طلبنيش هو تنطلبو انا كي قدر ربي. فماش من صح الكونتراتو ونرتاح من هالجميع الكل. الو عسلامة دكتور سليمان الابيض معاك. يعني حبيت جيت نكلمك على الكونترات. عجبش بيعلق. لا لا يا راجل تليفون قص 100%. امي امي اختي زينب امي هوني. خرجت مشيت للحمام. عليه دي؟ لا لا شيء، سيدي خويا بعثني باش نسال على حاجه. على شنو؟ ما نجمش نقول لك، هو قال لي سال امي. اجي هنا. وين مرتو وما يخبي عليها شيء؟ توا تقول لي على شنو يسأل؟ يا ربي شو مدخلني بيناتكم انا؟ يسأل جاشي تليفونك هاو. وهو شنو التليفون المهم حضرة جنابه اللي يسأل عليه وريقه شايح؟ ما نعرفش، منين نعرف انا توا؟ اجي هنا ونهارب. يا بنتي مانيش هارب، انا لازمني نرجع لبيرو قبل ما تجيب مدام حنان. حنان حنان بالله يا سليمان، صار هي مازالت تجيك السخطة حنانة. الله يعينك يا باشي. سليمان كيسبب جيت بعدي وقت الخدمة؟ لازم عندك قضية هكا باجي مستانس يجيك على قضيتي أنا. بالك جيت بتبيعتك يا سيدي، سامحني. لا فما واحد من قبيل أنا نكلم فيه بالتليفون وما نجمتش تحصل عليه حتى على الفيكس وشي. هذاك لازم تسالو فلوس وقعد يتلف فيك. لا لا يا ولدي، هذايا بتاع حكايه البشاره اللي حبيت نحكي لك عليها وما خليتنيش سيادتك. ما انا جيت باش تقول لي عليها توا. لا 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 تو نحكي لك عليها بعد الخدمه. وزيدك النام فمان حنان جيتني. هات هات تليفونك عايش خويا، فما حاجه نحب نثبت فيها. قلت لك جيت على قضيتك، في نعرفك. يا يا باشي عاد بربي.
الو اهلا بيك. عسلامه. سامحني قبيلك راهو طلبتك على تليفوني ما نجمتش تحصل عليك. واللي توا هاني طلبتك على تليفون صاحبي. لا لا انا دكتور سليمان الابيض. عاود قصه. سامحني باجي عاود قص. قص عليك؟ اي اي. توا دكتور هذه ما فهمتهاش. هذه تتليفة بالطبع بتاع المواصفات التونسية. توا فهمت. السيد هذايا يظهر لي طلع ميتومان. شنو هي هذه؟ حاجة تتاكل؟ لا يا باجي. الميتومانية هذايا مرض الكذب، عافانا وعافاكم الله. صح عليه؟ عداها عليا. هكا يا دكتوري عديها عليك، ساعة أنت مهفة الأمراض هذيا. شنو هي اسمها قلت عليها مطمئن عليه ولا شنو؟ من هذيك. شنو هو شبيك انت شبيك؟ سيدي خويا جات. شنو اللي جات؟ اللطف. مدام حنان جات خبيرك محلول دخلت على طول. هي وانت وينك سيدي خويا؟ عسكري كاردونا؟ وشبيك تتريقش هكا؟ مدينة جاي باش نقول لك واختي زينب دخلت الجبير وسكرت ورا الباب. هي وبعد؟ وبعد بدا العياط والناس حبيها تتحلى فيك، يظهر لي باش تاكل قلبك. ابا مالا هي تاكل لي قلبي انا وانا ناكل قلبك انت. اسبوعي مثبت ولا طلعت لك متمانيه طاست مخ زاد؟ والله انا المهبول اللي نسمع فيكم الزوز والاخرى عامله سطح باطح هذيك في البيرو. اسبوعي صفا؟ لا سبا باش نشوف حكاية المطمئنية اللي قلت لي طلعت المخ. لا هذول ما عنديش راهو.